بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي دارسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الخامس من الدرس الخامس وفيه تمرين حول ايجاد بعض الاسس الموجبه والسالبه لبعض المصفوفات القطريه المطلوب ايجاد اي تربيع واي اس نا ناقص اتنين واي اس ناقص كي حيث كي اي عدد موجب كصيغه عامه للمصفوفات التاليه ففي البداية المصفوفة A2 في 2 على اليسار إذا أردنا أن نأتي بالأس 2 A تربيع معناها A في A وكما نعلم أنه من خواص المصفوفات القطرية فنعطي هذا الأس فقط لعناصر القطر الرئيسي هكذا فهي تساوي واحد صفر صفر موجب أربعة إذا أردنا أن نحسب a ناقص اتنين، فممكن حسابها بشكل سريع كالآتي: هي a تربيع التي حصلنا عليها في الخطوة السابقة inverse ناقص واحد، بمعنى أنها تأخذ مقلوبات هذه العناصر واحد على واحد يساوي واحد، صفر صفر واحد على أربعة مباشرة. بعد ذلك إيجاد a أُس ناقص كي هذا يساوي نعطي عناصر القطر الرئيسي هذا الأس واحد أس ناقص كي صفر صفر سالب اثنين أس ناقص كي. ممكن وضعها في صورة أخرى كذلك في صورة المقلوبات هي واحد واحد أس أي عدد هو واحد. أما الاثنين يمكن أن نجعلها في المقام هكذا سالب اثنين السكين المصفوفة إيه على اليمين ثلاثة في ثلاثة وهي أيضا قطرية. فكذلك إذا أردنا أن نأتي بإيه تربيع فإنها تساوي مربعات عناصر القطر الرئيسي ستة وثلاثين صفر صفر صفر, صفر تسعة صفر 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 خمسة وعشرين كذلك A ناقص اتنين هي مقلوب هذه المصفوفة السابقة فهي تساوي واحد على ستة وثلاثين صفر واحد على تسعة صفر صفر واحد على خمسة وعشرين وكذلك A ناقص K كصيغة عامة تأخذ الصيغة التالية سالب ستة ناقص كي صفر 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 ثلاثة ناقص كي صفر 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 خمسة ناقص كي ويمكن أن نضعها في صورة مقلوبات كما فعلنا من قبل واحد على سالب ستة وسكي صفر 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 واحد على ثلاثه كي صفر 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 واحد على خمسه كي